السلام عليكم، معكم القناة ديال الأجنس العربي للعقار في مدينة الناظور. اليوم جبنا لكم العرض ديال واحد الشقة اللي كاينة في نفس البروجي في حي المطار في الناظور الجديد. هاد الشقة هادي الرقم 28. الشقة المساحة ديالها 109 دالمتر مربع، كاينة في الدوزيام ايطاج، فيها 3 دالبيوت، جوج الحمامات، صالون، مطبخ. كما كندخلوا على يدنا ديال اليمين كنلقاو المطبخ، مطبخ كبير عنده الشرجم على لاكور، كويزين ايكيبي، الرخام ديال البوطاجين ديال جالاكسي. كما كتشوفوا الشقه راه بواحد المواصفات عاليه الجوده، شي حاجه مزيانه بزاف. مشروع باقي جديد. الموقع ديال الشقق كاين واحد الموقع ممتاز، موقع كالم، بلاصه مزيانه في حي المطار ناظور الجديد. كما كيعرف الجميع انه واحد الحي نقي بزاف وكالم، قريب على جميع المرافق، وسائل ديال النقل، المسجد حدا العماره، المحل التجاريه، الصيدليه، كل شيء قريب. كنلقاو ايضا مور المطبخ مباشره كاين الحمام الاول اللي كاين في الوسط ديال الشقه. كما كنقولوا الشقه جايه المطبخ مسيباري على الصالون والبيوت، يعني حتى الريحه ديال الطياب وهذه ما تدخلش للبيوت والصالون، هذه واحد الميزه كتكون في الشقق. من بعد هذاك الحمام اللي شفنا كنلقاو الصالون، صالون كبير عنده شرجم على لافاساد، شرجم ديال الومنيوم، نوعيه ممتازه، لي ريدو الكتريك، الكارلاج كما كتشوفوا سانيتير، نوعيه ديال الصباغه نوعيه ممتازه. كاع الماتريال باش مخدومه ان هاد الشقق هادو اونبورتي من على برا، بروميير شوا، احسن ما كاين في الشقق في حي المطار في الناظور الجديد حاليا. راه كل مره كنحط لكم واحد الشقه في هذا في هذا المشروع هذا. دابا غادي ندوزو نشوفو البيوت. هنا كاين البيت الاول اللي عنده الشرجم على لاكور وفيه حمام لداخل، فيه بلاكار ام دي اف ديال 3 ديال البيبان. الشقه كاين فيها لانستالاسيون ديال الانترنيت وديال التي في في الشقه كامله، كاين فيها كليماتيزاسيون سونترال في الشقه كامله. الشقه مضويه ومهويه بالنسبه للناس اللي مهتمين بهذا العرض هذا. ما عليكم الا تتصلوا بنا بالرقم اللي كاين في اسفل الشاشه، او لا تزورونا لاجونس ديالنا اللي كاينه في حي النعناع، اقامه ايمن في الريتشوسي مدينه الناظور. هذا هو الحمام اللي كاين في الغرفه اللي تماك. بالمناسبه الشقق محفظين، كل شقه عندها التحفيظ ديالها بوحدها، وعندها باركينغ، عندها بلاصه في الباركينغ سو سول. كاين الباركينغ كاين لتحت في لاكاف كما كنقولوا سو سول، كاين تما الباركينغ، كل شقه عندها باركينغ ديالها، كل شقه عندها التحفيظ ديالها بوحدو. هنا البيت الثاني عنده شرجم على لافاساد، حتى هو فيه بلاكار ام دي اف، جوج ديال البيبان. وكاين البيت الثالث هو اللي غادي نشوفو من دابا شويه، فيه البالكون. بالنسبه للناس اللي كيسولوا على الاثمنه، كما قلنا اللي عجباتو شي شقه يهز الرقم ديال ديك الشقه هذيك ويتصل بينا ويعطينا الرقم ديال الشقه، يقولنا اللي كاينه في المشروع اللي جديد في حي المطار، وحنا غادي نعطيوه الثمن ديالها بالتفصيل. هنا البيت الثالث اللي فيه واحد البالكون صغير على لافاساد، ها هو البيبان ديال البيبان، ماركه مزيانه وعالين ماشي حادرين. كنتمنى يكون عجبكم العرض اللي جبنا لكم هذا النهار ديال هاد الشقق هادو، صراحه شي حاجه مزيانه بزاف. تنساوش ايضا تدخلوا عندنا السيت ويب ديالنا www.agencesarabi.com، تلقاو فيه كاع العروض ديالنا. كنشكركم بزاف على المشاهده ديالكم الدائمه وعلى المشاهده ديالكم الفيديو ديالنا ديال النهار، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بحول الله.